وشوف والله مجتمعنا ده ما يمشي لقدام الا بالتوحيد، توحيد بس. المملكه العربيه السعوديه البلد الان بلد بركه وبلد خير، بلد خير عديل. اي حاجه هناك في واحدين كمان يجي يقول لك ده انت بتقول لنا زي الوهابيه بتاع السعوديه، انت السعوديه لاقيه انت بتلحقها؟ هل انت بتلعب؟ هسه كان قال عقد بتاع راعي بتجري تفوت، والله راعي هناك احسن من مهندس في البلد دي هنا. انت بتلعب ولا شنو؟ والله راعي تجري جري تلقاه عامل ازعاج هنا، الوهابيه دول والوهابيه وهابيه امشي هناك، تمشي هناك ولا تصرر الغنم فيمتى وتحلب وتقبض العتان تكل تسوي هناك، والقروش اللي بتجيب اكثر من اللي بتجيبها هنا. بلد الله نزل لهم الخير، الخير ده بيجي من وين يا ناس؟ ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. السعوديه كلها كت من اولها لاخرها، قبه واحده بيعبدوها ما فيها، تتقارن لي بالبلد دي؟ يا اخي ابراهيم عليه السلام دعا قال رب اجعل هذا البلد امن، هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال ومن كفر، السعوديه دي الله قال لك ومن كفر برزقه، الكافر برزقه هناك، كافر يعيش هناك، لكن عندهم عزه بالتوحيد، عزه بالتوحيد هناك. اول ما تجي خاشي مكه يقول لك كافر ما بخش بجاي، شارع عديل ده شارع الكفار بهناك، شارع بتاع المسلمين بجاي، كافر ما بخش ذاته. عزة بالتوحيد، والله يعني هنا الكافر يعمل لك فأكبر ويصالح، هو لا ولي لا بعرف الولاية لا عنده شو، وتلقى فاتح لمحة كبيرة وعلينا جاي والدار الجنة علينا هيني، هو مجرم كبير.